طيب اهلا بحضراتكم مره تانية. الفقره اللي فاتت دي انا احب واتمنى وارجو مش ليا انا خالص حضراتكم تقدروا تقطعوا منها وارمي بقى على التيك توك بقى كده وهيص. ليه؟ اولا انت مستفيد بالاكاونت بتاعك على تيك توك، هو اللي هيستفيد. ما انا مش واخد حاجه، حضرتك هتساهم في نشر وعي بس كده. ده لو حبيت تستخدم السوشيال ميديا استخدام جيد، بس هي المسألة براحتك. تعال نروح لفقرتنا دلوقتي. الهلال الأحمر المصري بيقوم بدور عظيم بالمناسبة، وأنا هنا أرجع بذهني بضع شهور في ماض قريب وليس بالبعيد على رأي دكتور طه حسين في أسوان، وأنا واقف شفت قدامي عربيات الهلال الأحمر وهي قاعدة عمالة بتشتغل لإغاثة أهالينا في أسوان في الفترة بتاعت السيول، إن كنتم حضراتكم تتذكروا لما رحنا وصورنا واشتغلنا هناك. في أول فريق إغاثة من الهلال الأحمر طالع على رومانيا. الهلال الأحمر المصري يقوم بكل الجهود الممكنة قدر الاستطاعة لخدمة لاجئي الحرب ومنكوبيها في ظل هذه الأزمة. خلونا نرحب بشدة بضيفنا العزيز دكتور رامي الناظر مدير جمعية الهلال الأحمر المصري، منورنا. أهلا وسهلا أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ وبالتالي أجدد الشكر ليكم على جهدكم في أسوان، بصراحة يعني أنا كنت مبسوط جدا. واجب وطني علينا. يا رب يخليك. احكي لي حكاية ما تقومون به في رومانيا وإغاثة المنكوبين واللاجئين من جراء الأزمة. بص يا فندم، احنا طبعا جمعية الهلال الأحمر المصري ده جزء من إدارة الأزمات والكوارث على مستوى الدولة، وإحنا طبعا في توجيه من في خلية لإدارة الأزمة والكارثة بتاعة الأزمة الروسية في مجلس الوزراء، والهلال الأحمر المصري ممثل فيها طبعا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية نحو مساعدة المصريين العالقين في أوكرانيا ودول الجوار. هنقول إن الخطة ديت الخطة رقم 3، عندنا خطة رقم 1 كانت في مصر، عندنا خطة رقم 2 كانت في دول الجوار، عندنا خطة رقم 3 داخل أوكرانيا. طيب نتكلم بقى عن الخطة اللي حضرتك ذكرتها اللي هي رقم 2 بشأن دول الجوار. عندنا رومانيا وعندنا المجر وعندنا بولندا، دي الدول اللي المصريين بدأوا يخرجوا فيها من على الحدود وبدأوا يخشوا على الدول الأوروبية. كانت الخطة اللي اتصدقت عليها من مجلس الوزراء ان الهلال الأحمر المصري يصفر فرق إغاثة دولية تخش دول الجوار. عندنا فريق في رومانيا بقاله 5 أيام، عندنا فريق في بولندا بقاله دلوقتي 48 ساعة، والفريق الثالث بيجهز عشان يتحرك في المجر. الفريق ده عنده مهمة واضحة وصريحة، ألا وهي وزيادة الكفاءة لعمليات الإغاثة الدولية الخاصة بالمصريين في دول الجوار. الفريق وصل من 4 أيام بدأ يمارس مهام العمل بتاعته، تواصل مع السفارة المصرية وتواصل مع الصليب الأحمر الروماني، لأن احنا طبعا عندنا في بروتوكولات في العمل في الدول في العالم كلها إن ما ينفعش هلال أو صليب يخش دولة إلا بما ياخد الإذن من الصليب اللي موجود في الدولة. عملنا عمليات تنسيق طبعا كبيرة جدا على مدار من أول ما ابتدت الأزمة مع الصليب الأحمر الروماني، الصليب الأحمر البولندي، الصليب الأحمر المجري، الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب، وأخيرا اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللي هي معنية أصلا بالأزمات والحروب في دولة أوكرانيا. حلو. والصليب الأحمر الأوكراني. التنسيقات دي كلها حصلت على مدار أسبوع كامل من الأزمة، ناحية إن احنا بنقول للناس دي احنا داخلين، إن احنا محتاجين إن احنا نتواجد وناخد الشرعية القانونية، لأن احنا خلي بالك إن احنا دلوقتي بنقول إن احنا بنأوبريت أو بنشتغل في دولة أجنبية، ففي هنا غطاء قانوني الدولة المصرية بتستخدم الجمعية في هذه الظروف. طيب الفريق دوت نجح إن هو يوصل على الحدود، عندنا كذا معبر في رومانيا، أهم معبر هو معبر سيرت. الفريق دخل بدأ يحط مركز الإغاثة الدولي بتاعته، حط عليه علم مصر، حط عليه علم جمعية الهلال الأحمر المصري، جهزوا تجهيز كامل عشان يبقى مركز إغاثة ومركز طبي، مركز اتصالات ومركز لتسهيل عمليات النقل للمصريين من المعبر إلى داخل دولة بوخارست، إلى داخل مدينة بوخارست عشان نقدر بعد كده نرجعهم مصر. الفريق بدأ برضو مهمة تانية وهي اكتساب المتطوعين المصريين اللي موجودين في رومانيا، ودي ابتدينا فيها منذ أكثر من أسبوع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الاستمارات قدرنا نجيب متطوعين. بعد ما جبنا متطوعين قمنا بعملية تدريبهم، مرناهم أونلاين ومرناهم فيزيكالي لما نزلنا على دورة رومانيا. فبقى عندنا دلوقتي 5 متطوعين و2 موظفين بنسميهم
فريق الإغاثة الدولية، دي غرفة الأزمات والكوارث. ديت في مطار، ده في مطار وارسو بولندا. الفريق المصري نجح ان هو ينقل 42 شخص. دوت المركز، الصورة اللي فاتت دي هو مركز الإغاثة في دولة رومانيا على الحدود. حلو. دوت المصريين في دولة وارسو، ده الأوتوبيس بتاع الهلال، ده رومانيا، ده الفريق المصري، ده في مدينة وارسو. لا ده على الحدود. ده اللي على الحدود، حدود الرومانية الأوكرانية. عظيم. ده داخل الطيارة، ده الفريق الأولاني اللي راح في الأول جاب 150 طالب. ده في السفارة المصرية في رومانيا، ده مركز الأزمات والكوارث الخاص بالهلال الأحمر المصري في جمهورية مصر العربية، اللي بيتابع العملية كلها الدولية. حلو قوي قوي. كمل يا دكتور، ده انا سعيد. تمام. عندنا في جزء كبير جدا احنا بنعمل حاجه اسمها ريموت مانجمنت. يعني ايه ريموت مانجمنت؟ يعني احنا بندير العمليه الاغاثه الدوليه دي من مصر. من خلال ان احنا متابعين كل مواقع التواصل الاجتماعي، كل الجروبس بتاعه الواتساب، كل الجروب بتاعه التليجرام، كل الناس اللي هي موجوده على كل الجروبس ديت احنا بنتدخل معاها وبنتفاعل وبناخد بلاغات الاستغاثه وبنعمل مكالمات دوليه وبنوصل الناس ببعض. جزء كبير برضه من عمل المركز ده هو اعاده الروابط الاسريه، يعني الناس اللي بتوصل على الحدود بخدوا تقريبا ممكن 3 ايام في الطريق، في اللي مش نام كويس، في اللي واقف، في اللي ما اكلش كويس. طبعا عمليه صعبه جدا، اول ما بيوصل الحدود بيبقى حاسس ان هو يعني خلاص بدا ياخد نفسه. لما يبدا يقابل بقى مركز ويلاقي مصر وصلت له لحد الحدود، فدي حاجه جميله جدا ان هو خلاص. يعني انا كنت فاكر ان مصر هوصل لها لما اجي القاهره أواجه بلدي في المحافظة بتاعتي، لا، بس إحنا هنا بداية الخدمات بتبتدي من أول الحدود. بالإضافة طبعا إلى توجيه الناس والتعامل مع الصلبان في المنطقة دي كلها، وعملية التنسيق لو جالنا أي طلب أو أي ريكوست ناحية إن في حد مفقود، حد تايه، حد مش عارف يوصل لأهله، حد مريض، حد على حسب، بنقدر إحنا بقى طبعا نتواصل ونلم الريكوستات دي كلها ونقدر إن إحنا نشتغل عليها ونواجه. وتتواصلوا مع بعض كجمعيات إغاثية، يعني مثلا افترضنا إنه جالك حد مثلا بولندي كان موجود في أوكرانيا، فأنت تتعامل على طول وتتواصل مع الصليب الأحمر البولندي إن إحنا جالنا مواطن بولندي كذا كذا، أو العكس بقى في هذه الحال، راح لهم حد مصري فهم يتواصلوا معاك وهكذا. بالظبط كده، هي دي كانت عملية التنسيق اللي إحنا ابتديناها من أول ما قالت، من أول ما ابتدت الأزمة. بقى احنا كده في عندنا تنسيقات حصلت على مستوى الصلبان في المنطقه بسرعه جدا، عرفنا نقاط الاتصال، كتبنا طلباتنا بشكل رسمي وواضح وصريح احنا محتاجين ايه. يبقى بقى نزول الفريق على الارض، ودي تعتبر مهمه تاريخيه في جمعيه الهلال الاحمر المصري، ان يقدر الفريق الاغاثه اللي تم تدريبه على مدار 3 سنين وهو يقدر ينزل في ظروف صعبه في بلد غريبه، درجه حراره تحت الصفر، ان هو يتفاعل بسرعه ويقدر يجذب متطوعين ويمرنهم ويقدر ان هو يشغل المركز. المركز اشتغل نقدر نقول امبارح بالليل على مدار 24 ساعه، مركز يتجهز بالادويه والمستهلكات والمستلزمات الطبيه واعاده الروابط الاسريه وفي التليفونات، كل ده بقى جاهز يقدر بقى ان هو يستقبل المصريين. احنا متوقعين طبعا، احنا كده موجودين على الحدود الرومانيه، مش الحدود الرومانيه الاوكرانيه. طبعا. تمام. المركز الثاني ان شاء الله هيتم تفعيله قريب في الحدود البولنديه الاوكرانيه، بس احنا بنوبريت من وارسو، يعني في متطوع وفي مدير العمليات موجود في وارسو دلوقتي بيوبريت، لان المصريين بيوصلوا لحد وارسو وبعد كده يبداوا بقى يتحركوا يرجعوا الى مصر، او على حسب بقى اللي في مواطنين اصلا معاهم شنغن فبيقدر ان هو يكمل في اوروبا. اهم حاجه ان احنا لازم نستقبلهم ونقوم على تذليل الصعوبات ليهم، بالاضافه بقى لعمليات الدعم النفسي الاولي. خلي بالك برضو الناس تعرضت لخوف رهيب داخل اوكرانيا، منطقه حرب طبعا، دوي انفجارات طول الوقت، الوضع طبعا صعب. فطبعا كونه ان هو يقابل الفريق المصري اللي بيقدر ان هو يعالجه بالشكل السليم، هو هنا بيتدخل بقى عمليات الدعم النفسي الاولي ويقدر ان هو يلبي له جزء او نقول كتير من طلباته، دي في حد ذاتها طبعا جزء من توجه القاده هنا ناحيه مسانده المصريين. ده بالنسبه لي على راي الجماعه الاجانب بيقول لك ميوزك تو ماي ايرز. احنا عندنا فريق قعد يتدرب 3 سنين تحسبا واحتياطا الى انه قد يرسل في مهمه شديده الخطوره زي دي، ده شيء رائع. السؤال بقى ايه نوعية التدريب؟ يعني بتدربوا الفريق على الايه؟ على انه مثلا يذهب في مهمات اغاثية في مناطق حروب ولا في مناطق كوارث طبيعية؟ يعني اشرح لي معلش.
بص يا فندم، انا مبسوط اصلي بصراحه. الفريق ده حضرتك شفت جزء منه لما كنت في اسوان ولقيت الناس داخله بعربيات الدفع الرباعي. أيوه. في منطقه صعبه في استجابه سريعه، ده حضرتك شفته الصبح، انما كان بالليل كان في فريق على الارض بيقدم عمليات الاغاثه الانسانيه. طيب الفريق ده بيتم تدريبه على مجموعه وعلى مراحل داخل مصر وخارج مصر بالاتفاق وطبعا وبالتعامل مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب، بيتمرن على الاسعافات الاوليه، الخروج الامن، ازاي يقدر يحمي نفسه، ازاي يقدر يجهز المهمات بتاعته بسرعه. كل فريق طالع بشنطه اغاثيه يقدر ان هو يعيش في وقت صعب، توقيت صعب، حتى المايه لو حتى في مشكله في المايه ازاي يقدر يفلتر المايه ويشربها بالشكل السليم، ازاي يقدر يتعامل في مجتمع صعب، او مش هنقول مجتمع صعب، مجتمع غريب، كلتشر مختلفه مش الكلتشر بتاعتنا، خصوصا ان انت مش في العاصمه، ده انت على الحدود، يعني برضو الحدود بيبقى الكلتشر مختلف زي عندنا في مصر. ويقدر ان هو يجذب فرق من المتطوعين ويشغلهم ويعلمهم بسرعه في خلال 48 ساعه. عندنا 5 متطوعين، 3 مصريين واثنين بولنديين، واثنين قصدي اسف رومانيين، قدر ان هو بسرعه يجتذبهم ويعلمهم، يعلمهم بقى المبادئ الاساسيه الخاصه بالهلال الاحمر او بالصليب على حسب الدوله اللي موجود فيها. بيتمرنوا على الدخول الامن، بيتمرن ازاي يقدر يجتذب متطوعين، الاسعافات الاوليه، ازاي يقدر يعمل في منطقه حرب او منطقه صعبه، ازاي يقدر برضه ان هو يتعامل مع مختلف الجنسيات. كل ده بيقعد يتمرن عليها، اقامه بقى المخيمات والاختيار الامثل للمكان المناسب. مده التدريب دي بتبقى مدتها قد ايه؟ بص يا فندم، دي بتبقى مده متقطعه، بتبقى دورات تدريبيه، يعني ازاي بيقدر يتمرن على الدعم النفسي الاولي، دي بتبقى دوره صغيره، بعدين الدوره الادفانسد الاسعافات الاوليه، في اسعافات اوليه بيزك وفي ادفانسد، الخروج الامن، السيفتي والسكيورتي، كل دوت مجموعه من التدريبات، قراءة الخرائط بشكل سليم، ازاي يقدر يحدد المناطق اللي هو يقدر يقعد فيها او ينصب فيها المخيم. دي بتبقى تدريبات بقى مثلا في معسكرات مغلقه ولا بتبقى ازاي؟ بص يا فندم، دي تدريبات عالميه بتتبع نقدر نقول برنامج تدريبي تابع لحاجه اسمها سنداي فريم ورك. التدريبات دي بتتم، في تدريبات بتتعمل على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في تدريبات بتتعمل في اوروبا، تدريبات كثيره مختلفه. ولو فلان الفلاني، يمكن ده هتبقى اخر حاجه هسال فيها، فلان الفلاني عاوز يتطوع معاكم، ايه الاشتراطات؟ السن، اي، كل المواصفات. بص يا فندم، احنا عندنا التطوع بيفتح اول 3 شهور من السنه، عندنا في استماره بيقدر ان هو يخش على اللينك بتاع الجمعيه سواء كان على الموقع الالكتروني او على الفيسبوك يقدر يقدم عليها، وبعد كده بيبقى عندنا مثلا بنطلب من 16 ل 35، هذه الفتره تقريبا بيبقى المتطوعين بيقدروا يقعدوا الفئه العمريه، بس في ساعات بنفتح لفئات عمريه اعلى لو احنا عندنا احتياج لتخصصات معينه، بيبدا المتطوع يقدم، عندنا مجالات كتيره بيبدا يختار المجال اللي هو عايزه، بنعمل له اندكشن كورس، بنعرفه ايه واجباته وايه مسؤولياته، بعد كده بيمضي على مدونه السلوك، بعد كده بندخله في المجال اللي هو محتاجه، هل محتاج ان هو يشتغل مع اداره التطوع، محتاج يشتغل مع اداره الكوارث، محتاج يشتغل في اداره الاسعافات الاوليه، محتاج يشتغل في غرفه العمليات، على حسب بقى هو رؤيته، بياخد يعني دوره تعريفيه لكل الادارات دي، بعد كده هو بيختار الشكل اللي هو محتاج ان هو يخش فيه. دكتور رامي، انا سعيد وفخور وفرحان جدا 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 بكل اللي سمعته بطبيعه الحال بجمعيه الهلال الاحمر المصري. اللي انتم بتقوموا بيه ده فعلا مهم اكتر من عظيمه، سواء اللي بتقام بيها في مصر زي ما كنا بنتكلم في اسوان، او اللي بتقام بيها على الحدود الرومانيه الاوكرانيه، ويعني اظن اللي جاي هيبقى على الحدود البولنديه كمان. تمام، بس احنا بنوبريت جوه بولندا دلوقتي. بتوبريت من وارسو زي ما قلت. بنوبريت من وارسو. نتمنى لكم كل التوفيق، وربنا يحفظ أصدقائنا وزملائنا ومتطوعينا اللي موجودين هناك، وتتم المهمة بإذن الله على أكمل وجه، والكل بإذن الله يرجع لنا بالسلامة. أشكرك جدا 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 جدا، كل الشكر لدكتور رامي الناظر مدير جمعية الهلال الأحمر المصري. أنا أقول لك تطوع وروح وقدم، وأديك عرفت الاشتراطات وعرفت المواعيد وعرفت السن وكل الكلام ده، أنا أقول لك قدم وانت الكسبان. فاصل ونرجع نكمل الكلام مع ضيفنا العزيز فقهنا المفضل فضيلة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ينورنا بعد الفاصل.